أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. الاتحاد الدولي للصحفيين يدين حكم الإعدام على الصحفي الجبيحي. ميليشيا الحوثي تعود إلى جباية التجار في محافظة صعدة. صحيفة عربية تتحدث عن أقرب طرق الشرعية للوصول إلى الحديدة. وفي أكثر الأخبار قراءة، محكمة في لندن تمنع الأطباء من معالجة أحد الأطفال البريطانيين. أهلا بكم. أثار حكم الميليشياوي أو الحكم الميليشياوي الذي أصدرته السلطات الإنقلابية الأربعاء الماضي في صنعاء بحق الكاتب الكبير يحيى عبد الرقيب الجبيحي ردود أفعال ساخطة ومنددة بهذا الحكم الجائر، حيث عنون موقع الصحوانت: الاتحاد الدولي للصحفيين يدين ما سمي بحكم الإعدام على الصحفي الجبيحي. وقال الموقع إن الاتحاد الدولي يشارك نقابة الصحفيين اليمنيين في معارضة الحكم والإجراءات التي حرمت يحيى الجبيحي من حق الدفاع عن نفسه في المحكمة وفي الحصول على محاكمة عادلة. وقال الأمين العام للاتحاد أنطوني بلاجيني: نشعر بالغضب من هذا الحكم ضد صحفي مخضرم، ونحذر من يشرفون على هذه المحاكمة الاستعراضية من إلحاق الضرر به. ويضيف بلانجي: الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات التابعة له في أنحاء العالم وشركاء الدوليين سوف يعملون على ضمان مواجهة المعنيين للعدالة عن جريمتهم تلك. وفي موضوع متصل عنون موقع المشاهد نت: منظمة مراسلون بلا حدود تطالب بتقديم المتورطين بتعذيب الصحفيين إلى العدالة. وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة الاعتقال التعسفي الذي يطال الصحفيين في اليمن على أيدي المتمردين الحوثيين. وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة أو في المنظمة المعنية بالدفاع عن حرية التعبير الإسكندرة الخازن: بينما تواجه البلاد وضعا كارثيا على المستوى السياسي والأمني والإنساني، يجد الصحفيون أنفسهم مستهدفون في دوامة هذا الصراع، حيث ينظر إليهم كمشتبه بهم. وأضاف البيان أن المنظمة تمكنت من توثيق خمس حالات في سجن الأمن السياسي، وأن حالتهم الصحية تبعث على القلق بشكل كبير، وأن أسر السجناء ممنوعة من تزويد أبنائها المحتجزين بالأدوية والملابس. يواجه صحفي يمني خطر التصفية الجسدية من قبل ميليشيات التمرد الحوثية والمخلوع صالح بسبب كتاباته ومواقفه المعارضة للانقلاب ضد السلطة الشرعية والرئيس عبد الرب منصور هادي. هكذا بدأ فاروق الكمالي مقاله المنشور في المصدر أونلاين عن محاكمة الربع ساعة. أصدرت محكمة خاصة بأمن الدولة موالية للحوثيين قرارا بإعدام الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي، واتهمته بالتخابر مع دولة أجنبية في جلسة استمرت ربع ساعة، بدأت الساعة 10 صباحا وتم النطق بالحكم شفويا 10:15، وهو أقرب لقرار بالتصفية صادر عن جماعة متمردة. تعرض الجبيحي للابتزاز خلال فترة 8 أشهر في السجن منذ اختطافه مطلع سبتمبر من العام الماضي، حيث قال الحوثيون إنهم مستعدون للإفراج عنه مقابل دفع مبلغ 2 مليون ريال. يعرف الجبيحي بأنه صاحب مبدأ وموظف نزيه ولم تتلطخ يده بالفساد، ويسكن منزلا بالإيجار رغم موقعه المهم أمينا لرئاسة مجلس الوزراء، ثم رئيسا لدائرة الشؤون الإعلامية بالمجلس، وأخيرا مستشارا إعلاميا حتى سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة، حيث ترك العمل ومكث في بيته. وقد رفض الجبيحي أن يخضع للابتزاز كمبدأ، كما أنه ليس ثريا ليدفع مبلغ 10,000 دولار. وخلال استجوابه ظل على موقفه ويؤكد أنه ضد انقلاب الحوثيين، يقولها في وجوه محققيه ويصفهم بالميليشيات ويسميهم التتار، ويسمي زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بأنه طفل مران. واختطف الجبيحي بسبب وشاية من جاره الموالي للحوثيين، والذي أبلغ جهازهم الأمني بأن الصحفي مؤيد للسلطة الشرعية وما يسمى المقاومة الشعبية، وأنه يعارض سلطة الحوثيين وصالح ويعتبرها انقلابا،
كانت هذه هي التهمة، وتمت مداهمة منزله واختطافه مع نجليه ومصادرة لابتوبات وهواتف محمولة. عند تفتيش جهاز الكمبيوتر المحمول وجد الحوثيون مقالات باسم الجبيحي تنتقد الانقلاب الحوثي وحروبهم الداخلية، ومنشورة في صحيفة المدينة السعودية وفي مواقع محلية، وقد حاولوا ابتزازه بهذه الكتابات للحصول على فدية للإفراج عنه، وعندما رفض أعلنوا إعدامه واعتبروا المقالات المنشورة في صحيفة سعودية تهمة تسمى التخابر مع دولة أجنبية. تحدث الكثير من الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة، ووفقا لموقع المصدر أونلاين فإن المتمردين الحوثيين يدشنون حملة جباية واسعة من التجار في محافظة صعدة. وقال مراسل المصدر أونلاين في صعدة إن مسلحين تابعين لجماعة الحوثيين انتشروا في مدينة صعدة بمختلف مديريات المحافظة بعد إعلان تدشين حملة جباية تحت لافتة تسير قافلة المدد للجيش واللجان الشعبية بغرض جمع الأموال لتمويل المقاتلين التابعين للجماعة في الجبهات المختلفة. وأوضح المراسل نقلا عن تجار وأصحاب محلات أن المسلحين مروا عليهم وسلموا كل واحد منهم ظرفا فارغا مكتوبا عليه عنوان الحملة، مضافا إليه شعار كن شريكا في صناعة النصر مع ذكر اسم التاجر. ويتابع الموقع يبلغ المسلحون المعنيون بجمع التبرعات أصحاب المحلات أن من لا يدفع سيتم إدراج اسمه ضمن قائمة المناصرين للعدوان. في موضوع آخر عنوان موقع يمن مونيتور خطة لاستئناف دفع رواتب الموظفين. وقال الموقع إن مجموعة الأزمات الدولية نشرت خطة مقترحة لاستئناف دفع الرواتب للموظفين الحكوميين في اليمن عبر اتفاق يسمح لتكنقراط البنك المركزي في عدن وصنعاء بضمان وصول الرواتب وصرف حوالات اجتماعية لأفقر اليمنيين. وأشار تقرير المجموعة في توصياته إلى أنه يجب على الحوثيين وصالح والحكومة اليمنية والتحالف العربي العمل مع مبعوث الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح لتكنقراط البنك المركزي في عدن وصنعاء بوضع خطة لاستئناف دفع رواتب القطاع العام كاملا وصرف حوالات مالية اجتماعية لأفقر اليمنيين وأداء المهام المصرفية الأساسية دون تدخل سياسي. وأوضحت المجموعة في تقريرها أنه يجب أن تشمل هذه التسوية عدة عناصر، منها التعاون بين البنك المركزي في عدن وفرعه في صنعاء. في لمحة سريعة يعطي المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد أحمد عبد العزيز العامر فكرة عن اللجنة الرباعية وما تحاول عمله في الشأن اليمني، وقال في صحيفة عكاظ تحت عنوان اليمن بين العرب وإيران. في إطار الجهود الخليجية والدولية لحل الأزمة اليمنية، كان اجتماع اللجنة الرباعية الدولية التي تتكون من السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة الذي عقد في لندن يوم 13 مارس عام 2017 لبحث تعديل خطة السلام الأممية التي تتضمن شقا أمنيا يتعلق بانسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الأسلحة، وشقا سياسيا حول تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأطراف السياسية كافة يمكن تحديد خطوطها العريضة في الإبقاء على الرئيس عبد الرب منصور هادي في منصبه حتى إجراء الانتخابات الرئاسية وإلغاء منصب نائب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتسليم الحوثيين أسلحتهم لقوات الجيش اليمني في حضرموت. فتسوية الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب الدائرة واستعادة وحدة الدولة والتراب الوطني بقيادة يمنية موحدة تحظى بدعم المملكة العربية السعودية وقوى التحالف العربي لها انعكاسات مباشرة على بسط الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ودليل كبير على فشل المخططات الإيرانية في شق الصف العربي والهيمنة على مقدرات الأمة العربية، وفرصة كبيرة لبناء التضامن العربي الجديد على أسس ومعطيات جديدة تؤكد قدرة الأمة العربية على إدارة أزماتها وإيجاد الحلول السياسية لها وتعزيز مصالحها وحماية سيادتها الوطنية بعيدا عن تدخل القوى الكبرى، وهو ما يحيي آمال الشعوب العربية في رص صفوفها أمام التهديدات والأخطار المحدقة بها من كل جانب. في تقرير عن الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن يعنون موقع عدن تايم هل تحتاج خور مكسر حملة أمنية على غرار المنصورة؟
وقال الموقع إنه في ظل تكرار أحداث العنف والمواجهات المسلحة التي تشهدها مديرية خور مكسر، هل باتت عدن بحاجة إلى عملية أمنية على غرار الحملات والعمليات السابقة في مديرية صيرة والأشد وعورة منها في مديرية المنصورة ضد العناصر والجماعات المسلحة التخريبية والإرهابية؟ وأضاف الموقع عدن تايم أن تكرار أحداث العنف في مديرية خور مكسر بمثابة مصدر قلق لمختلف شرائح وفئات المجتمع من السكان وعامل خطر على الأمن العام وحركة الملاحة الجوية، نظرا لتواجد مواقع مبنى الإدارة العامة لشرطة عدن والمطار الدولي في المديرية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد تتحدث عن ما أسمته طريق إلى الحديدة وعنونت المخا وميدي والسواحل طريق الشرعية للوصول إلى الحديدة. وأفادت مصادر قريبة من الجيش اليمني الموالي للشرعية للعرب الجديد بأن التقدم نحو محافظة الحديدة وسط الساحل الغربي لليمن سيكون معتمدا بدرجة أساسية على التقدم من جهة المخا في الجزء الجنوبي، وهي المنطقة التي أعلنت قوات الشرعية في فبراير الماضي استعادة السيطرة عليها. وتقول الصحيفة بالنظر إلى الخارطة الجغرافية ومعطيات التطورات الميدانية الأخيرة يبدو واضحا أن التوجه نحو محافظة الحديدة سيعتمد على محورين أساسيين هما المخا جنوبا حيث ستكون مديرية الخوخة الساحلية أول محطة للمواجهات، ومن الجزء الشمالي مديرية المنيرة الواقعة في محاذاة منطقة ميدي. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت في أحد تقاريرها: الانقلابيون ينصبون المشانق لمعارضيهم. وقالت الصحيفة إن مصادر قانونية مطلعة بصنعاء حذرت من اعتزام جماعة الحوثي إحالة عدد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين المختفين والمخفيين قسرا في سجن الميليشيا الانقلابية إلى المحاكمات تمهيدا لإصدار أحكام بحقهم تتراوح بين الإعدام والسجن لسنوات طويلة. وتضيف الصحيفة أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذا لتوجيهات غير معلنة أصدرها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بالتعامل مع الإعلاميين والناشطين المختفيين باعتبارهم جزءا ممن وصفهم بالطابور الخامس. وأكد المحامي اليمني عبد الرحيم عبد الله الكاف في تصريح للخليج أن جماعة الحوثي تستعد لإحالة الإعلاميين وناشطين سياسيين وحقوقيين مختطفين ومحتجزين في سجون الميليشيا للمحاكمة الصورية أمام محكمة أمن الدولة بتهم ملفقة تتعلق بالتخابر مع دول التحالف العربي. عن الدولة العربية المتطرفة تحت هذا العنوان كتب خليل العناني مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، وقال في جزء منه: لا يتحدث أحد عن أهم روافد إنتاج هذه الجماعات والتيارات المتطرفة وتغذيتها في المنطقة، وهي الدولة العربية المتطرفة. والتطرف الذي تمارسه هذه الدولة يتجاوز النزوع الأيديولوجي أو الشطط الفكري ليصل إلى مرحلة التطرف في الفعل والسلوك والاستراتيجية. وفي بعض الأحيان يكون تطرف الدولة ونظامها السياسي أمراً متعمداً من أجل تبرير سلطويتها وبقائها في الحكم. وقد رأينا تجارب كهذه في أكثر من بلد عربي وإسلامي كسوريا واليمن وليبيا والجزائر ومصر وباكستان. ففي هذه الحالات استفادت الأنظمة السلطوية من ظهور جماعات جهادية وتكفيرية عنيفة من أجل إحكام قبضتها على المجال السياسي وإغلاق الأبواب أمام أي إصلاح حقيقي، وكذلك من أجل دعم شرعيتها الخارجية وكسب التأييد والتعاطف الدولي. صحيح أنه لا توجد علاقة ميكانيكية أو خطية بين القمع والتطرف، بدليل وقوع هجمات إرهابية في البلدان الديمقراطية كما حدث في فرنسا وبلجيكا وألمانيا والسويد وغيرها، ولكن الصحيح أيضا أن تطرف الأنظمة السياسية واستباحتها حريات الأفراد وكرامتهم وحياتهم يدفع بهم وبذويهم في أحيان كثيرة باتجاه التطرف رد فعل أولا ثم توجها أيديولوجيا وعقائديا لاحقا، وذلك وفق قاعدة لكل فعل رد فعل.
فعندما يقصف نظام مجرم مثل نظام بشار الأسد الأطفال والنساء والرجال والشيوخ بالسلاح الكيميائي ويشردهم ويدمر منازلهم وذلك من دون أن يحاسبه أحد، فإن ثمة جماعات وحركات سوف تستخدم ذلك لترويج أيديولوجيتها المتشددة من أجل تبرير استخدام العنف والإرهاب داخل سوريا وخارجها. اهتمت الصحافة الدولية اليوم بمخاوف العالم من تجارب كوريا الشمالية النووية وعنون موقع البي بي سي: الصين تحذر من احتمال اندلاع نزاع بين أمريكا وكوريا الشمالية. وتقول الصحيفة: حذرت الصين من احتمال اندلاع النزاع في أي لحظة بينما يتصاعد التوتر حول كوريا الشمالية. وقال وزير الخارجية وانغ يي: إذا اندلعت الحرب فلن يكون هناك منتصر. وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها المتصاعد بشأن تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية وأرسلت حاملات طائرات لترابط مقابل شبه الجزيرة الكورية. وزاد ما كتبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق الصيني، حيث أكد أن الولايات المتحدة ليست خائفة من مواجهة كوريا الشمالية بمفردها. في أكثر الأخبار قراءة في صحيفة القدس العربي: سورية رفض أبناء زوجها السعودي منحها 200,000 ريال للتنازل عن الميراث فورثت 67 مليون ريال. وقالت التفاصيل إن محكمة الأحوال الشخصية بجدة حددت منتصف الشهر المقبل للبدء في حصر تركة رجل الأعمال السعودي الشهير الذي تزوج بشابة سورية سرا قبل وفاته بشهر واحد، وذلك تمهيدا لتوزيعها على الورثة الشرعيين والتي تتنوع بين عقارات وأموال منقولة وغير منقولة. وبدورها تقدمت الأرملة السورية الشابة بدعوى قضائية جديدة لمحكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بنصيبها من الإرث والذي يقدر بنحو 67 مليون ريال، وذلك بعد حصولها على الحكم قضائي يثبت زواجها منه. ومن أخبار موقع عربية نيوز الأكثر مطالعة: محكمة بريطانية تترك رضيعا يموت بكرامة وتلزم الأطباء بعدم علاجه. وقالت التفاصيل إن محكمة بريطانية أجازت للأطباء بالتوقف عن معالجة رضيع مصاب بمرض نادر وتركه يموت بكرامة خلافا لرأي أهله الذين يريدون علاجه في الولايات المتحدة. واعتبر القاضي نيكولاس فرانسيس بحزن شديد لكنه بقناعة تامة أنه ينبغي على الأطباء أن يتوقفوا عن إبقاء الرضيع تشارلي غارد على قيد الحياة بشكل اصطناعي، فالرضيع البالغ من العمر 8 أشهر الذي يعاني من مرض جيني نادر يؤثر بشكل كبير على نموه دماغه. وبحسب خبراء أخذت المحكمة برأيهم لن يشفى الطفل يوما من مرضه، وصرخ والدا الطفل استهجانا عند تلاوة الحكم. هل سيأتي زمن يعاد فيه الاعتبار إلى قوة المنطق؟ يطرح الكاتب خيري منصور هذا السؤال في إحدى فقرات مقاله المنشور في صحيفة الخليج، والذي قال فيه أيضا: ما من هدنة متوقعة لهذه الحرب الطويلة التي بدأت مع التاريخ وستبقى حتى نهايته إن كانت له نهاية. وطرفاها منطق القوة وقوة المنطق، فالقوة حتى لو كانت غاشمة وتفتقر إلى هاجس العدالة يبقى لها منطقها الخاص، ولا تعدم فقهاء ضالعين في تلفيق الذرائع وتبرير الخطايا. أما قوة المنطق فهي أحيانا تكون عزلاء ولا يكفيها أن تحتكم إلى العقل فقط. منطق القوة تحكمه الغرائز والدوافع البدائية التي لم تدجنها الثقافات والحضارات، لهذا ينتصل لبعض الوقت شأن الإمبراطورية التي سرعان ما بلغت خريفها وشاخت ثم باتت. وما يقوله علماء الأنثروبولوجيا بالتحديد عن الفارق بين منطق القوة وقوة المنطق، ومنهم بيير كلاستر في كتابه الشهير مجتمعات ما قبل الدولة باختصار، أن للقوة نفوذا مباشرة مما يوهم الأقوياء أنهم على حق، لكن ما إن تبدأ قوتهم بالانحسار حتى يفقد التوازن، تماما كما أن الشجرة العملاقة عندما ينخر السوس جذعها ويصل إلى الجذور تعجز عن مقاومة جاذبية الأرض وتسقط.
وقد حاول بعض الاستراتيجيين المعاصرين ومنهم أمريكيون كمستشار الأمن القومي الأسبق بريجينسكي البحث عن الخلل في معادلة القوة والمنطق وأخيرا معادلة القوة والعدالة، وطال الولايات المتحدة الكثير من النقد خصوصا من داخلها حول هذه المسألة. والمؤرخون الذين كتبوا عن تدهور الحضارات وجدوا أن القاسم المشترك بينها هو فائض القوة ونقصان الحكمة. وعلى سبيل المثال كتب المفكر الألماني أزوالد شينغلر كتابه الشهير بعنوان تدهور الحضارة الغربية في ذروة الحرب العالمية الأولى، وحاول إنصاف حضارات شرقية منها الحضارة العربية الإسلامية لأنها لم تتورط بمنطق القوة فقط ومارست في قمة عنفوانها ما يسمى العفو عند المقدرة. تقليد زراعة سطوح المنازل يرجع تاريخه المعماري من القرن التاسع الميلادي في النرويج واستوكلندا وأيرلندا وهولندا، وما زال هذا التقليد صامدا إلى اليوم. نشاهد بعضا من الصور أو صور المنازل والتي جاءت في صحيفة تيليغراف. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.